قبل ما ننتقل إلى هو هم يأثر بالخضروات والزراعة، ويانا أكيد ضيفتنا الماكرة زينة. صباح الخير. صباح النور. شلونك؟ الحمد لله. شنو هالأناقة؟ تسلمين عيونك حلوة. زينة، يمكن الخضروات وال يعني التفاح وال يعني هالخضروات كلها تأثر على البشرة، صحيح؟ نعم. شلون تأثر عليها؟ يعني أكيد لها تأثير مباشر قبل كل شيء، يعني هي أهم شيء هي التغذية للحفاظ على البشرة وعلى الشعر. فدائما اللي عندها نقص بأكل الفواكه أو نوع معين من الخضروات تشوفين بأنه بشرتها تكون تعبانة، مثلا شاحبة يمكن، شاحبة أو شعرها يكون كلش ضعيف ويتساقط. فدائما ننصح يعني بأنه تكون دائما يعني تأكل فواكه وحتى يعني تغذي نفسها، بالأخص الفواكه، مو صح؟ نعم. يمكن لأن الفيتامينات يسوي يعني يصفي البشرة، التفاح خاصة التفاح الأخضر، يمكن الجزر، هاي كل هاي بيها فيتامينات تخص البشرة والشعر، مو صح؟ طبعا. طيب مشاهدين الكرام، هاليوم موضوعنا موضوع جدا مهم، كل ست بيت قاعدة أكيد يهمها أن تخلي مكياج دائما من تطلع، تخلي مكياج الصبح للدوام، تخلي مكياج العصر للسوق، تخلي مكياج طوخ أكيد للسهرة. فزينة، بالبداية نعطينا نبذة مختصرة عن المكياج، نوعية المكياج، تأثيرها على البشرة، شلون يتخلى المكياج لأي بنية؟ إحنا عادة ما نحبذ بأنه المكياج يكون يومي يعني حتى لا يكون إلى تأثير سلبي على البشرة، بس يعني أكو ناس مضطرة بأنه تستعمل ميكاب يومي، فتبقى هي بأنه تنتقي الماركات الزينة يعني، لأنه أكيد أكو ماركات سيئة تكون يعني سلبياتها أكثر على البشرة. المعتاد هو مثلا يعني حكينا هذاك اليوم بأنه إذا مكياج صباحي يكون شيء بسيط، يعني تخلي مثلا مغذي بشرة، يعني تكتفي بفوقة مثلا باودر وكحلة خفيفة، مثلا حمرة بسيطة، كم يعني مسكرة أيضا، يعني هسه احنا مكياجنا مكياج صباحي صح؟ يعني تقريبا. زين شلون اكو بنيه مثلا هي بتبيت ما تفرق، ما تعرف تخلي مثلا، يعني انت شو تنصحيها؟ شنو الالوان الدارجه للصباحي؟ الفواتح؟ يعني عاده ندور ورا الالوان الهادئه، يعني قلنا يعني اذا مثلا عندها قطعه من ملابسها مثلا شويه يعني تنسق وياها الحمراء او مع مانيكير الاظافر، يعني حسب المكان اللي هي رايحت لها، مانيش قد هو رسمي يعني حتى إذا لو كان صباح. أكو ألوان مكياجات رسمية وأكو كاجوال مثل الملابس لو هذا؟ أكيد أكو، يعني عندك مثلا السموكي آي، هاي يعني للحفلة أكيد للسهرة تكون. السموكي اللي هو سواد وفضيات ولمعة، يعني يجي ويا لمعة يعني الكريستال يكون. ألوان الحمر يعني مثلا ما يحبذ الصبح يكون مثلا أحمر أو عنابي أو هاي الألوان القوية يعني هسه مثلا، أو البنفسجي القوي، هسه هاي الألوان كلش موديلها يعني. صحيح. بس أكيد ما تتخلى مثلا في، إحنا يعني مثلا ما نقول بس صباح أو مساء، هي حسب المكان اللي أنتي رايحت لها همين، يعني يمكن يكون صباح بس صح لو لا. أي فإحنا نحكي على المكان والمناسب اللي أنتي رايحت لها. فهسه مثلا همين موديل الأيلاينر هذا يعني كلش شلون نقول يعني صار دارج يعني بأكثر من وقت وأكثر من مكان تقدرين أنت تستعملين نفس الرسمة. أعتقد الموضوع لأن هو كلاسيك، أي شيء كلاسيك يمكن ينلبس أو يعني يتخلى بكل المكانات، يعني مثلا هو هذا الأيلانر تشوفين سعاد حسني كانت تخلي من عنده أيام يعني وإحنا هسه الدارج يعني موديل السبعينات تقريبا. صحيح. طيب أكو في الطريقة معينة اللي يعني واحد يخلي الايلانر، لان دائما اكو بنات يغلطون بوضعه؟ احنا قلنا يعني بانه يعني الكل يعني اكو مواقع مثلا هسه على الانترنت بانه تشوفين دا ينزلون فيديوهات يعني يعلموك الطريقه بحيث انت بالبيت تقدرين تسويها، يعني ما تحتاج الى احترافيه يعني. فمجرد بالاستمرار يعني ظل تخلي وتمسح يعني ما بيها شيء، يعني الواحد دائما يظل يتعلم، يعني شقد ما يكبر الانسان يظل يتعلم. حلو. فهي لنفسها مثلا، وهي تعرف يعني كل انسان يعرف ايش محتاج، شعره ايش محتاج، وجهها ايش محتاج، يعني كل انسانه هي اللي تعرف بتفاصيل وجهها يعني.
تدرين زينة مرات أكو أشخاص ما يعرفون شي يقولهم يعني أكو بنية إيش قد تشوفيها حلوة إيش قد عندها ملامح بارزة على قول صحيح الحلقة من سولفتي تخلي أمور ما تلوق لها بحيث جمالها ما يبرز. يعني أكو مثلا اللي عيونهم يعني مثلا صغار شنو يحتاج اللي يحتاج لها مثلا كحلة بيضة على قول تكبر العين أكو لا يعني يحتاج لهم توعية يمكن يحتاج لهم دورات. فأنت ناوية مثلا تسوين دورات تعليمية للبنات أو مثلاً بالتلفزيون من خلال التلفزيون من خلال الشاشة حتى تعلميهم يعني شلون؟ يعني أنا شفتها هاي كفرصة جداً حلوة ومناسبة يعني ومجانية يعني اللي تريد تتابع مثلاً مجرد بس تسمع نصائح وهي مثلاً تروح تطبقها بعدين. واللي يعني عندنا مثلاً فقرة اتصالات أعتقد اللي عندها أي سؤال أكيد أو شيء يعني تقدر تتصل أي أحد يريد يسأل أو يسأل الماكرة زينة أرقام اتصالاتنا موجودة وأكيد نستقبل اتصالاتكم. يعني بهاي الطريقة بس مثلا خارج هذا النطاق مثلا كدورات وهاي شوي يحتاج لها وقت يعني أكون مثلا متفرغة أكثر فحاليا شوي هذا الموضوع صعب بس عندنا هاي الفرصة هنا من خلال لقاءاتنا وياك نحاول مثلا نجيب موديل أكيد أكيد نحاول مثلا حتى لو نجيش للصالون نسوي وياك فقرة معينة للمكياج حتى تعرفين الناس يعجبهم يصير الشيء عملي مو بس كلام. طيب تفضلين انت المكياج البرونز لو الابيض؟ يعني همين حسب البشرة يعني مثلا يعني نحكي مثلا بصورة بعريضة يعني مثلا إذا البنية جسمها كلش أبيض يعني أكيد ما نقدر مثلا نرسم وجهها أو نلونه بنوعية كريم تكون كلش برونز يعني أكيد إحنا نريد ننسق يعني لازم يكون تناسق بالألوان. هو البرونز حلو يعني بس مثل ما قلت لك ما مو على كل بنية يرهم يعني قصدك يعني إنه أكو بنية كلش سمراء أو كلش بيضة بس هو البرونز هسه صاير الموديل الدارج يعني بس مثلا بنية كل الشقرة وبيضة ورأسا تتحول الى برونز اني تتحول يعني تي ضد هذا الموضوع مو ضد يعني اني مو ضد اي شيء ولا مع اي شيء يعني يعني اني رايي الخاص هذا يعني ابدا ما عندي مثلا موديل هو الدارج ونمشي عليه ومهما تكون النتائج يعني هذا يعني ما تكوني مغامره ابد مو بس مغامره يعني ما يعجبني اتقيد بشيء معين ولا ستايل شعر معين اني ما دا احكي عن نفسي وانما حتى اللي للبنات الزبونات اللي يجون عندي يعني تقول لي مثلا هسه موديل قصه شنو ماكو موديل قصه اني يمي الدارج وبس ونلغي الباقي ماكو موديل مكياج الدارج وبس ونلغي الباقي اكو اشياء يعني اكو اسس ومعايير تتحكمين بها من خلال البنية اللي قدامك يعني انا ما يعجبني مثلا شيء ينفرض علي بانه هاي السنه مودة فلان مودة بس الايلاينر خلص الكل اخلي لهم ايلاينر واترك باقي موديلات الميك اب مثلا يعني الموديلات الثانية للعين اقناع لو يعني مثلا تجين البنية اللي تجي مثلا هي تكون انت ما تحبذين تخلي لها ايلاينر فتحاولين تقنعيها لو تقولين اسوي لها وبعد هذا رأيها وهي اكيد حرة. لا يعني اللي دا تجي يعني اكيد دا تجي وهي على ثقة تامة بانه راح اسوي لها شيء اللي يلوغن. تطلع بيه حلوة يعني أي. فانطي لها رأيي اني انطي رايي ونتناقش اني وياها يعني اكيد راح نوصل للنتيجه اما مثلا يعجبها الشيء اللي انا قلت لها او مثلا هي مصره بما انه هي مصره خلاص يعني اهم شيء همين هي تطلع تكون راضيه يعني عرفتي شلون بس 90% يعني يصير اتفاق بيناتنا على تدرين يعني هذا الموضوع يمكن هم ناتج عن الاستمرارية يعني اللي هي معميلتك على قولتنا وواثقة بشغلك فأكيد يعني ما راح أنه تقول لك لا وأني مصرة على هذا الموضوع الثقة بها يعني ترى مو كل واحد يقدر يسلم وجهه أو يسلم شعره لإيد أي وحدة يعني دائما أنت يمكن أنت ماكيرة ما تسلمين شعرك بإيد أي وحدة يكون شعرك عزيز وما تريدين أنه وحدة تشرفة أو وحدة قصة أو وحدة مثلا تخلي لك مكياج وانت بيوم عرسك تخيلي يعني وحده تروح يم وحده واول مره تشوف شغلها فدائما تكون عندها هومسك يعني انه تكون قلقه يا اني ما اعرف شلون شغلها شلون راح اطلع اليوم يوم عرسي انا اريد اطلع احلى وحده فيمكن انت تحسين هذا الموضوع تخلي لها لاينر تطلع تشوف روحها بالمرايه تخلي لها حمره تشوف روحها بالمرايه فيكون عندها هذا القلق واعتقد من حقها اذا كان اول هو مره من حقها واللي خاصه اللي هي اول مره يعني احنا يعني انا عندي نظامي انه دائما يعني احنا قبل لا ابدي باي شغل يعني سواء بالشعر او الميك اب يعني احاول اول شيء هي
تهدأ نفسيا يعني أي. أعالجها أولا نفسيا وبعدين نجي نشتغل، لأنه إذا هي ما تكون مرتاحة ما راح أقدر أكمل وياها صدقي يعني. صحيح. إش ما أسوي لها ما راح تقتنع، إش قد ما يطلع حلو وإش قد ما إجولها آراء بأنه صحيح. هي حلوة هي ما راح تكون مقتنعة. صحيح. فأهم شيء هذا بأنه هي تكون جدا مسترخية وتعرف بأنه أنت اللي تتسوي لها أكيد راح يكون لصالحها يعني. عرفتي شان؟ فهو طيب زينة، أنت تتخيلين الإنسانة مقابلك بعد ما تصير يعني صار رسام؟ عندنا جواد، تحياتنا إلى الرسام الكاريكاتيري، دائما شي يقول، يقول من أجي أرسم أخلي فد رسمة ببالي أتخيل شلون تطلع بالأخير. يعني يصير عندي تقريبا 70% تخيل أنه هشكل راح تكون. أنت هالبنية اللي تجي راح تشوفين ملامحها، مثلا عيونها كبار، خشمها صغير، حلقها يمكن شوية بفيلر، من الله يعني طبيعي. تخيلين يمكن شلون تصير بالاخير، يعني تتخيلين انه يكون عندك ثقه تامه انه هالبنيه راح تطلع حلوه؟ اكيد. يعني اني مثلا هي من تجيني مثلا عندها وهي موديل معين مختارته يعني تشوفني، اني راسا اكون لها صوره يعني. فالصوره اللي اني يعني كونتها بخيالي احاول انقلها لها قبل لا ابدي اشتغل. شو تقولي لها مثلا؟ يعني اشرح لها مثلا بانه عينك هيك نسويها، وجهك هيك نسويه، يعني هذا الستايل ما شعرك مثلا يرهم على الطرحه مالتك هاي اذا كانت عروسه مثلا. أي. او على الفستان، فاحاول اقرب لها الصوره اللي هي راح تطلع بيها. يعني اريد اشيل فكره بانه هاي الصوره اللي هي جايبتها اكيد ما راح اسويها اني كوبي على وجهها او على شعرها طبعا. يعني انا عندي لمسه طبعاً. خاصه بي يعني. أي. وهي عندها ملامحها الخاصة بها اللي لأن مو هي اللي بالصورة. صحيح. يعني صحيح. فلازم هي تكون مدركة همين هذا الموضوع. إذا كانت هي بالصورة، حتى إذا غير ما مسويتها، حتى إذا أنا مسويتها ها. يعني بكل وقت وإنتي دا تشتغلين شوفي الفكرة مثلا شلون تجي. مثلا إيدك تمشي بطريقة معينة، ترسمي لها رسمة معينة، يمكن مرة ثانية إيدك مدى تجي نفس اللي سويتي انت قبل يعني. صحيح. فهي يعني تيجي على علاقه انت بينك وبين الزبونه، يعني لازم يكون هذا الترابط. قلت لك اني من قبل يعني بانه هي من دا تجي وهي كلش مرتاحه بانه اكو تواصل بيناتنا بالافكار يعني. لا هي تعاند ولا انا اعاند، يعني انا مو من طبيعتي نهائيا اعاند معها او تفرضين او افرض يعني نهائيا. مو يعني اكو ناس او مثلا يعني كوافيريه غير يمكن يعتبروها قله ثقه بالنفس يعني. صحيح. او صح. حتى الزبونات يعتبرون بانه الكوافير من يسوي اللي هم يريدوه مثلا او يتناقش وياهم يعتبروها قله ثقه، بس انا بالنسبه لي انا اعتبرها محبه يعني. هاي اجت عندي. أي. نشيل الشغل والماده ودا اخذها من عندها، هاي كلها نخليها على صفحه يعني. صحيح. نتعامل بس بانه هاي الانسانه جايه يمي حتى تحصل على نتيجه تكون حلوه وهي بالضبط. تكون مرتاحه يعني. اي صحيح. فلازم يكون هذا الهدف الاول من الشغل وبعدين تجي الاشياء الثانيه. صحيح. على قولتك انه لازم يكون اكو ترابط بينك وبين الزبونه، يعني انه متفاهمين، مو هي راح تظل بقلق يلا اوكي كملي شغلك واني مثلا من تخلصين اشوفه حلو لو ما حلو. فلازم يكون اكو ترابط نفسي بينك وبين الزبونه. هذا الشيء كلش ضروري يعني. لازم يعني اي شخص موجود بالصالون لازم اني وياه يكون اكو تواصل بيناتنا يعني. ما يصير هو يعني دائما اللي انت تجرين من صفحه والمقابل يجر من صفحه ينقطع الحبل يعني. صحيح. لازم يكون هذا التواصل بالبداية. نحكي نتفاهم، خلي يضيع وقت قبلنا نشتغل أحسن مثلا ما أسوي شيء وما ترضى وبعدين شمت يعني صير قلق يعني. أصلا هي تكون متوترة وقلقة بهذا اليوم يعني. صحيح. تجي يمي أنا أوترها مثلا بالزيادة. صحيح. صح لو لا صح. زينة يعني الموضوع أنه مال أنه هذا سر المهنة، أنت أكيد عندك لمسة خاصة. نعم. تعلمي لأحد يعني إذا أجا مثلا احد يقول لك راح اجي يمك كم يوم علميني؟ فاكو هواي بنات على فكره يعجبهم انه يروحون للصالونات، هذا واهس وهوس، واهس وهوس. فاني وحده من عندهم، كنت اروح دائما يم. احنا كنا جيران، فكنت دائما اطلع من البيت افوت يم زينه علميني. شوفي اكيد يعني أنا ما عندي أي مشكلة مثلاً بأنه أعلم بطريقة كاملة يعني. اللي أنا أسويه بالضبط أنطي للي جاية تتعلم يعني، لأن أكيد كل شيء بالأمانة يعني أنت تنطي. تبقى بأنه هي وتقبلها وشطارتها، وأكيد اللي راح تتعلمه من عندي ما راح يطلع همين نسخة من اللي أنا أسويه. لأن هي هم عندها لمستها الخاصة وتتفنن هي همين بعدين بشغلها، يمكن راح تكون
يعني احسن من عندي وتسوي اشياء احلى من اللي انا اسويها. طيب زينه، جتي وحده اشتغلت وياك وقالت لك انا اساعدك، نعم. وعلمتيها، ثاني يوم فتحت صالون يمك وقامت تنافسك، شو تسوي؟ عادي يعني صدق اكيد يعني اطلب لها الخير بعد، يعني ايش اقدر اسوي؟ يقول لك المخرج الرزق على الله. صح. وجوزها يعدها ارقام تليفونات زبائنش، تعالوا لي. يعني اكيد احنا بحكم الشغل هاي سنوات يعني اكيد صايره بينا هاي المواقف، يعني اكيد مو ثاني يوم تطلع تسوي، صار يمكن ورا سنه او اكثر، بس انا عندي ثقه بشغلي وبزبايني يعني وبالله، ما يعوفوش بالله قبل الكل. أيه يعني أيه اكيد. أيه اكيد اكيد. الحواجب شبيها شبيها، تحبين الحواجب السود على حتى الشعر الاصفر؟ لو انه يعني مثلا ثاني شعري اسود حواجبي سود، ما اكو ناس تقول حتى اذا الشعر اسود ضد احنا نخلي تاتو اسود، لازم يكون اكو بني غامق. شوفي، هو الاسود الاسود بمعنى الاسود لا يفضل يعني صراحه. انت حواجبك مو سود، انت حواجبك هذا دارك بني. براون احنا اي بني، البني يعني أي. أي. هذا اللون المعتاد يعني. تجي مثلا اذا بنيه كل الشقر اكيد احنا نكسر لون حواجبها مثلا من اصبغ شعرها هاي، الا اذا هي مثلا كلش عندها رغبه بانه خلي شعرها يكون كلش فاتح، بس مثلا حواجبها لونها على لونها الطبيعي. فيما غير ذلك يعني على الاكثر نكسر لون الحواجب يمكن درجه او درجتين، اي اذا هي لونها كلش عميق والبنيه تحول شعرها مثلا اذا الى هذا اللون او افتح يعني. هاي تبقى حسب هي رغبتها يعني. أنا أنصحها مثلا قبلت تقبل ما تقبل، يعني إحنا بالأول والأخير يبقى الرأي رأيك أنت يعني. طيب زينة، الحوار وياك كلش ممتع، شكرا جزيلا إليك. راح نروح هم الموضوع يخص النساء اللي هو الطبخ. شكرا جزيلا، شرفتينا ونورتينا، وإن شاء الله نشوفك بحلقات قادمة.